اللي تخص التنميه الرياضيه، تخص الصحه العامه من خلال الرياضه، لكن ان تنقل لشيء عملي ده شيء مهم جدا وبدايه قويه. الفكره بدات من احد شباب الاداره، ممكن الاداره هي هو ده تخصصها التنميه الرياضيه. التنميه الرياضيه يعني رياضه، صحه، تنميه، كل ما يجب ان يكون لممارسه الرياضه ومجالاتها المفتوحه. ودايما بنقول ده ليميتد ستارت. الحقيقه الفكره عشان تنجح كان لازم يكون في مجموعه من الشركاء. لما اتكلمت كده مع سيادة الفريق التراس قال احنا موجودين بأي شكل بشكل ونص ونعمل أفضل حاجة. مش أفضل حاجة، احنا لازم نسهل الموضوع.